تحيتي، موعد جديد في سلسلة أشهر القضايا العربية من المحقق، وقضيتنا اليوم بتهزنا لمصر وتحديدا حي قولوا له حي المرج. المرج أو المرج كيفاش يتنطق في مصر مش نفس المرج اللي يتنطق عليه في تونس. في محافظة القاهرة قضية ما زالت شاغلة الرأي العام المصري للآن، بل أن السلطات المصرية ما زالت كيف أصدرت بيان أحكيت فيه تفاصيل هذه الحادثة المريحة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أشهر القضايا العربية. إذن في قضيتنا لليوم نحكي لكم على الشاب محمد مصطفى الصوان المعروف بالحيوية متاعه. محمد يصنع من الضعف قوة، حبه للحياة ونشاطه سببهم زاد أنه من محاربي الخبيث، من محاربي السرطان. كان أصيب من فترة بسرطان في الدم وداوم على العلاج حتى انتصر على المرض. عائلة محمد معروفة في حي المرج، أبوه يملك غادي مجموعة محلات متاع ززار، وعلى الأغلب أنه محمد تعلم الصنعة من عند والده قبل ما يولي يخدم في هذا المجال، رغم أنه بعد عليه شوية، ولا يخدم في تنظيم الحفلات في قاعات الأفراح. محمد عنده أخوه أكبر منه اسمه أحمد، وأحمد وقت أحداث القضية مجند ويؤدي في واجبه الوطني ضمن القوات المسلحة المصرية. أحمد وولد عمه يوسف كانوا أقرب الناس لمحمد. معاهم محمد عنده شلة تتكون من 7 أصحاب، هو ثامنهم، كلهم من نفس المنطقة من حي المرش. نهار 17 أوت واحد من أصحابه كلم أحمد خوه وسألوا، قالوا يا أخي محمد خوك وينه ما ظهرش. أحمد وقتها في الثكنة العسكرية ما يعرف حتى خبر على خوه، هذاك علاش اتصل بوالدته باش يسالها. قالها يا اخي محمد في الدار. امه قالت له انا توا راني في الخدمه مانيش في الدار، اما محمد كلمني البارح بين 8 و8:30 نتاع الليل وقال لي راني باش نتعشى مع اصحابي وباش نبطى شويه بحذاهم، وما دام سهر بحذاهم ليله كامله وما رجعش البارح في الليل اكيد قالت له راهو روح توا وراهو راقد في فرشه. لكن احمد قال لامه بالله يا امي شوف شكون يشوف في الدار، شوفوا راقد ولا لا، على خاطر اصحابه اللي من المفروض ساهر بحذاهم البارح راه واحد فيهم كلمني وقال لي محمد ما كملش سهريته معاهم وخرج من بحذاهم بكري من اول الليل، وراو حاولوا يتصلوا به ولكن تليفونه مسكر. حكيت تليفون محمد هذه اللي مسكر الساعه راهي ماهيش حاجه جديده ياسر، تليفونه معظم الوقت مسكر يا اما طايح من الشارج، ممكن خاطر يعدي أغلب الوقت في الشارع ويشارجيه كان كيف يروح، وأصلاً هو تليفون هرم معناها ويلزمه يتصلح وإلا يتبدل. وعلى كل حال أمه قرات له حسابه وشريت له تليفون هدية لعيد ميلاده 20، موعد ميلاده 20 بعد يومين نهار 25 أوت. أما من وقتها وينو محمد؟ وقت اللي أحمد قال لأمه ولأصحابه اللي من المفروض كان معاهم يلوجوا عليه وهو ما ظهرش من البارح، كلمت الأم يوسف ولد عمه وعشيره وسهلت عليه، قالت له معاك ولا لا، شفته ولا لا، تعرفه شي وين؟ يوسف قال هو زادة ما عنده عليه حتى فكرة، رغم اللي محمد تقريبا كان يقول على كل بلاصة ناوي يمشي لها اليوسف هذا ولد عمه. من هنا ابداوا الناس الكل يلوجوا على محمد، كلموا أي واحد يعرفه سواء أصحابه اللي قلنا عليهم 7، أقارب وزملائه في الخدمة، ما ثم حد منهم قال لي هو شافه ولا يعرف بلاصته. رجعوا سألوا أصحابه اللي كان سير بحذاهم به وقتاش آخر مرة شفتوه، والأصحاب قالوا أنه هو كان معاهم البارح في الليل حتى تقريبا 10 مساء، من بعد خرج قال باش يشري حاجة وما رجعش. يا أخي قلنا أكيد راه روح لدارهم مش باش يكمل معانا السهرية. هما الحقيقة
أصحاب محمد المقربين كانوا 7 كما قلت، أما اللي كانوا معاه ليلة اللي اختفى 6، واحد فيهم ما كانش موجود، مصطفى، وهذا كان يعتبر أقرب واحد فيهم المحمد في الشل، أما ما كانش معاه. قوس ونسكروه. أم محمد بلغت الشرطة على اختفاء ولدها، والشرطة انطلقت بالأبحاث مع الناس الكل ومع أصحابه واللي كان ساهر معاهم بالأخص. والغريب أنه روايتهم لأصحاب اختلفت. علاش اختلفت؟ علاش نوع مشي بشيشري محمد؟ كيف سألوهم المحققين علاش قص على السهرية وشنو اللي مشي بشيشري؟ واحد قال امشي باش يشري ب20 جنيه قلو باش نقشوا القلو، احد اخر قال مشي يشري في الدخان، والثالث قال امشي هبط باش يجيب لنا ماكله. كيفاش مشي باش يجيب لكم ماكله وانتم عاملين ديليفري في الدار؟ كما تثبت الكاميراوات، الكاميراوات راس دا عامل التوصيل ليفرور وقت اللي يوصل لهم العشاء. الخلاصه 7 أشخاص قاعدين كلهم مع بعضهم، فما واحد فيهم قام وقال هاني خارج نشري حاجة، الكل سمعوه كي قام وقال هاني خارج نشري حاجة، أما ولا واحد تفكر الحاجة اللي ماشي يشريها. يعني الموضوع مازال ما فاتش 24 ساعة في ساعة نساء وكل واحد ولا يقول في كلام. غريبة ولا مش غريبة؟ غريبة صحي، تخليها الغريبة هذه على الشيرة وتنقدم. الشرطة قررت تفحص آخر بلاصة تشاف فيها محمد، واللي هي بطبيعة المكان اللي كانوا سائرين فيه. المنطقة اللي كانوا قاعدين فيها الشبيبة ما فيهاش كاميراوات، لكن فما كاميراوات مغطية كل المداخل المؤدية لها. باش نجموا يوصلوا البلاصة هذه فما 4 شوارع، لازم محمد يتعدى من شارع من 4 شوارع هذوم كلهم مغطيتهم كاميراوات المراقبة. واحد من المحققين اسهر سوايع وليلة كاملة وهو يراجع في كاميرا المراقبة، والنتيجة تقول أنه محمد ما خرجش من غادي. أثناء تتبع الكاميراوات والتركيز عليها وفي ثالث يوم على اختفاء محمد، تجي معلومة للمحققين ربما على مكان تواجده. أم محمد كانت كاتبة منشورات على الفيسبوك تطلب من أي واحد شاف ولدها ولا يعرف عليها أي معلومة يتصل بهم، وخليه بطبيعة أرقام تليفوناتهم، والمنشور هذا عمل برشة مشاركات ووصل لمرأة كبيرة في السن، اتصلت بالعائلة وقالت العيلة محمد أنه فما شكون أحكيت لها أنها شافت ناس اتكتف في محمد وحطوه في كرهبة وهربوا. حقيقة هذه حاجة ما استغربتهاش العائلة، خاطر كانوا حاطين في بالهم احتمال أن ولدهم مخطوف وأنه الخاطفين باش يكلموهم ويطلبوا فدية. هما كيكا ويجيهم تليفون آخر يقول مولاي هو شاف أشخاص حاطين محمد في كرهبتهم وعلى ما يبدو خاطفين. المتصل قال شفت تصويرته على الفيسبوك وعرفته من شكله، أما قال لهم أنا راني رجل كبير وعندي صغار وخايف من المشاكل ما نجمش نبلغ، اما نجم نوصف لكم البلاصه بالضبط اللي فيها محمد وانتم تصرفوا. قال لهم البلاصه بحذا سوق، يقولوا له سوق العبور. الكلام هذا خلى الشرطه والناس يوقفوا البحث ويتبعوا في تتبع كاميراوات المراقبه ويوقفوا بحثهم في المنطقه عموما اللي كانوا ساهرين فيها الجماعه ومنطقه المرج، ويركزوا مع كلام الراجل وشهادته ومشاو للبلاصة اللي قال عليها. لكن محمد ما فماش، فما حتى مؤشر عليه، وحتى المتصل هذا الراجل الكبير حاولوا يعاودوا يرجعوا يتصلوا به أكثر من مرة لكن تليفونه تسكر. لكن مرة نقز التليفون وهز وقال لهم هاي راو محمد عندي وافرحوا بيا، تو نقول لكم على بلاصته. لغتنا في تونس يحب على مبلغ مالي مقابل أنه يقول لهم ولدهم وين، وطلب تحويل المبلغ على فودافون كاش، هذه طريقة تحويل مبالغ في مصر. وبعدها التليفون عاود تسكر. زعما محمد مخطوف فعلا وفما شكون باش يطلب فدية لإرجاعه، ولا المكالمات هذه قاعدة تجي للعائلة هي
مجرد مغالطات. هل أصحاب محمد عندهم دخل باختفائه؟ هذا اللي نشوفه تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.